خلونا ناخذ هذه المداخله مع سعاده السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ شفقة. اليوم تحدث السيد الرئيس عن دعم الأشقاء العرب لمصر في وقت كانت مصر تحتاج إليه، إلى هذا الدعم، والحقيقة يعني كان يؤكد على هذا الدعم بأنه ساند ودعم مصر كثيرا. حضرتك كلمنا عنه. أولا مساء الخير للدكتور مصطفى، بنستفيد دائما من مداخلاته ومن تواجده. حضرتك القصة بتبدأ من 2011. يمكن أنا عاصرت الفترة دي، كنت وزير خارجية في أيامها، وكنا بنسافر لدول الخليج، سواء كانت السعودية أو الإمارات أو البحرين أو الكويت، وكنا بنستشعر أن هناك قدر كبير جدا من الترقب والقلق على مستقبل مصر، لدرجة أن الأمير سعود الفيصل كان أيامها وزير خارجية المملكة العربية السعودية الله يرحمه، قال كده انه العالم العربي بلا مصر كالسفينه بلا قبطان. تمام. فاحنا بنبدا من هذه النقطه، فكره انه هناك احساس قوي جدا وصادق على وضعيه مصر الاستراتيجيه وقيادتها للمنطقه. ومن هنا كان دائما هناك حرص على ان مصر يعني تخرج من كبوتها، وخاصة في قبل عام 2013 فترة الأخوان زاد القلق طبعا لدى دول الخليج على أساس أن مصر ممكن تدخل في غمار عدم استقرار، وده كان هيأثر عليه تأثير مباشر، وكان هناك قلق شديد جدا من مثل هذا التدهور اللي حصل في مصر. لما جاءت أحداث 30 يونيو حضرتك كان هناك تنفس الصعداء، وكان هناك القرار بانه يجب ان تكون مصر قويه ومستقره تتقدم في الناحيه الاقتصاديه، لان طبعا حضرتك عارفه ان الاستقرار الداخلي ده اساس طبعاً مهم جدا لبناء الدوله ولبقاء الدوله ايضا. من هنا كانت حضرتك يعني كان هناك دعم سياسي ودعم اقتصادي كبير، وطبعا من الضروري ان احنا نعترف بهذا ونشكر الاشقاء على هذا الامر، ولكن الأهم من كل دوت إنه مصر استغلت هذا الدعم في بناء فعلا دولة قوية تستطيع إنها تكون ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، وأيضا تمد يدها ب يعني جهود التنمية لمختلف الدول، سواء كنا بنتكلم على ليبيا، على السودان، على دول كثيرة، أيضا على حضرتك مثلا الربط الكهربائي مع الأردن طبعاً، مع المملكة العربية السعودية، في إطار تنموي كبير جدا مصر تسير فيه كأحد وسائل تنفيذ سياستنا الخارجية القائمة على فكرة السلام والاستقرار والتنمية. فأنا أعتقد أنه يعني فخامة الرئيس اليوم يعني تحدث عن هذا الأمر بشكل يعبر فعلا عن مشاعر المصريين كلهم ناحية هذا الدعم اللي حصل في فترة احنا كنا فعلا محتاجينها، ولكن الآن الحمد لله مصر بتخرج يعني بثقة من الأزمة الاقتصادية. وطبعا في طبعا يعني تحديات كبيره، يمكن الدكتور مصطفى طبعا هيكون اقدر مني ان هو اكيد يتناولها. انا بس عايزه تعليق من حضرتك قبل ما اعود للدكتور مصطفى، وهو تعليق ممكن يكون بينه ربط، يعني كلام السيد الرئيس اليوم، وايضا انه يعني السيد الرئيس يحب ان يعلم المواطن المصري يعني ايضا من ساند مصر ودعم مصر. وفي نفس الوقت لو رجعنا من ايام او اسابيع كان السيد الرئيس في استقبال لقاء القمه والاخوه في العالمين، واعتقد ان الاخوه اللي دعموا مصر جم وشهدوا كيف تقدمت مصر على الارض، يعني اذا كنت تم السند والدعم، ولكن مصر تعمل وتنجز بهذا الدعم والسند، كيف ترى يعني من هذا العام الى العام الذي نحن فيه؟ حضرتك تكلمت عن 2012-13 ونحن في عام 2022 ومصر يعني واقفه بانجازات كثيره. طبعا هو كان فكره حتى ان اللقاء الاخوي يعقد في مدينه العالمين، انا اعتقد انها كانت فكره ممتازه، لان يعني طبعا حضرتك المكان ده كان منذ سنوات قليله جدا مختلف تماما، وبالتالي انا بشوف انه يعني فكره عقد اللقاء هناك كانت دعوه جذابه وجاذبه ايضا. ومن هنا انا بشوف انه الدول العربيه كلها ترى مصر نموذج التطور والنمو الاقتصادي بشكل كبير جدا. النهارده فخامه الرئيس ايضا تحدث عن قناه السويس
وده كان امر مهم جدا وساهمت فعلا في دعم الاقتصاد الوطني. مصر تملك مؤهلات كثيره مش بس الدعم الاشقاء، ولكن احنا نملك مقومات كبيره جدا اقتصاديه نستطيع ان احنا نسخرها فعلا للتنميه وايضا لعمليه السلام والاستقرار في المنطقه والدول المحيطه بنا. اكيد يعني سعاده السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التعليق وهذه المداخله، واشكر حضرتك شكرا جزيلا.